لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن بعد الاستماع لنشيدين الوطنيين، النشيد الوطني المغربي والنشيد أيضا الوطني العراقي، الآن سنعرج مشاهدينا لتفاصيل هذه المقابلة والصراع الذي سينطلق بعد لحظات. نذكر بأنه لقاء مهم، لقاء ودي، لقاء إعدادي، لقاء تحضيري بالنسبة للطرفين مع البطولة العربية المقبلة بالمملكة العربية. كنشوفوا البدايه ديال المقابله، قلت اسماء جديده يتم اشراكها في التركيبه ديال المنتخب الوطني المغربي. شعراوي سفير، كره اماميه تصويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، المحاوله اللي جات بواحد يعني الانسجام اللي ممكن انه يولي حاصل في التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي في خدم المصغرة او الفوتسال، فسنكتشف مجموعه من الاسماء. والكره جيده جيدة هذه، رائعة وبشكل مميز، ولكن الحكم يقول على انها الخط لم تدخل للمرمى. وحنا غير كرة قوية، ما تحدش الصورة الماضية، ما تحدش يعني اللقطة، يعني ولو انه كفريق نادي الشرطة، نادي ايضا نادي المرور، نادي المغربي ما تأثروش بالقرار، لاعبين الكرة ديالهم بواقعية. كرة ممتازة، كانت ممكن انها تكون في المرمى. الطريقه ديال الصياغه ديال العمليه الهجوميه، عارفين قوه المنتخب الوطني المغربي. نشوفوا هنا المحاوله ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. يعني اداء يمكن نقولوا بانه بالنسبه للعناصر يمكن اذا استثمار هذه العمليه من جانب العيا تصويبه جميله، وكان ممكن انها تكون في المرمى، جدا ممتاز جدا. دور ديال المحور خط الوسط، كره اماميه، لعب الرئيس فني، واللي على امامنا هو امزال اسماعيل لعب الفريق الاول. كره ممتازه جميله هذه، محاوله ولكن في اخر مطاف كاين الحارس في المكان المناسب. كره كما نشاهد الان، والمحاوله والهدف الاول، هذا هدف بالواضح، هدف يحتسب حكم مباراة تونسي اليوم، على اعتبار انه كنشوفوا الطريقه والاسلوب اللي جا، يعني بعد ما يعني لم يعلن عن مشروعيه الهدف الاول اللي كان هدف فعلا لصالح المنتخب الوطني المغربي، كان ممكن نشوف جوج الاهداف مقابل لا شيء، ولكن هذا هدف كي تشتغل بصمت وتسير لتقدم نفسها بشكل ممتاز في الوقت اللي الرئيس فني كان بامكانه ان يضع الكره في المرمى وان يعلن عن هدف اخر. جميلة ديال المراوغة، محاولة ومباشرة صوب الحارس، كانت من الجهة اليمنى، كانت تلفات، محاولة إمكانية ديال تصويبة جميلة ولكن مباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب. تصويبة جات عن طريق اللاعب، هي صراحة شوفوا هنا التصويبة، هدف لصالح المنتخب الوطني المغربي، هدف آخر ينضاف للمحاولات التي قدمها المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهة. طريقة جيدة، شعراوي قدم نفسه بصورة رائعة، شاهد هنا المحاولة تصويبها إلى خارج رقعة الميدان. كرة مرة أخرى واتجاه تبس، المنتخب العراقي يحاول ما أمكن الآن يلعبوا كرة المطولة للأمام، لكن ما قدمتش اي جديد. نذكر بان المنتخب الوطني المغربي كبير جدا جدا، لان يعانق مراكز افضل على مستوى الطليعه كل عيق، ويزدل الستار على تفاصيل الجوله الاولى من مباراه اليوم. النتيجه المغربيه، فرصه مراوغه الحارس، غادر من المرمى ديالو، جميله من امزال اسماعيل، جهه اليسرى، فرصه جميله ومباشره في اتجاه التماس، ويجعل لاعبي المنتخب العراقي يتراجعون للخلف بشكل كبير. بعيدة بعد شيء بعيدة للرئيس، خروج الحارس، كرة مميزة ولكن مباشرة كبير الآن بناء هذه العملية الهجومية، والحكم يتدخل، قال يهيئ نفسه للتصويب، ماذا يختار؟ رفع الكرة، كرة جميلة، هدف، والهدف الثالث، صناعة مغربية محضة رائعة جدا صراحة. طريقة جميلة لعبت الكرة، هنا الهدوء، هنا الذكاء، مجموعة من اللاعبين، كرة من جميل جدا يحسب لي عناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصة تصويب، كرة أمامية ولكن هنا صغيرة، يجب إخراج مثل هكذا كرات. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم بالمراوغة، جميلة، كرة مغربية، فرصة هدف.
هدف رابع، رابع يأتي في هذه المباراة وبطريقة رائعة أيضا من الشعراوي، وجه لوجه أمام الحارس، مهارة فردية جميلة كيختار ركن الكرة في الزاوية المغايرة المسار ديال الحارس. حتى دائما على تحقيق النتائج المرضية، وخاصة أصبحت لديه مسألة تمثيلية لكدير إمكانية الاستثمار من الجهة اليمنى في آخر مطاف صوب الخط الجانبي للملعب. كان تدخل نوعا ما قوي، نعم، المنتخب العراقي وبعض اللاعبين تحس بأنهم، وهذه كرة من الجهة اليمنى تصويبة والحارس ما كان مناسب. أول ردة فعل، أول اختبار للحارس رضا خياري اللي يمكن نقول بأنه خضع الكرة للمنتخب الوطني المغربي. مرور جميل، مرور جميل، يعني يفتح جبهة من الجل، وتنافسية جيدة واستثمار للعب بالشكل الأروع. هذه تصويبة إلى خارج الخط الخلفي للملعب زاوية لصالح، هذه محاولة ولكن في آخر مطاف إلى خارج خط الجانب الملعب. شوفونا الإعادة ديال الهدف، كيفاش انه وجدت العمليه وجدت الامكانيه ديال صياغه تصويبه مباشره الى خارج صنع على مستوى خط الوسط، لانه بامكانها ان تكون بهجمه مرتده مضاده سريعه. خياري وايضا مع الخصم المنتخب العراقي، اخراج الكره صوب التماس مبدا. إصرار كبير من المنتخب العراقي، إصرار كبير من المنتخب العراقي يكلل بالنجاح بهدف أول. كرة ثابتة، فريندلي ماتش لخاوي الدي أمام المنتخب العراقي، كرة أمامية مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. 7 دقائق وهذه محاولة من جديد، المنتخب العراقي تحرك من جديد، نعم، ولكن تغطية دفاعية مهمة. وجميل جدا أن يتحرك مع المنتخب العراقي، لماذا؟ لنختبر القدرة الدفاعية، يمكنه أيضا أن يجعل المنتخب الوطني المغربي يكون أفضل. هدف، هدف باللاعب البديل والحارس البديل غيث ريان، لاعب نفط الوسط، هو من يتمكن من كان جميل من بوزيد لخالد للكرة الأمامية. ولاحظوا ردة الفعل المغربية التي لا تتأخر، لا تتأخر، قلت دقيق سيغير استراتيجية اللعب وسيبحث عن تأمين النتيجة بشكل أفضل. تألق الثنائي الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية وعبد الصمد الزلزلي لاعب أوساسونا خلال مباراة التي جمعت بين فريق إشبيلية ضد وفريق أوساسونا ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78 قبل أن يرد عليه البديل عبد الصمد الزلزلي بهدف في مرمى زميله ياسين بونو عند الدقيقة 85، وانتهت المباراة بفوز نادي أوساسونا على نادي إشبيلية 3-0.